مشاهدينا سعد الله اوقاتكم، اهلا بكم الى نشرة الاخبار. والمستهل بزيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد المجيد تبون الى فيدرالية روسيا. إذن وصل السيد رئيس الجمهورية المجيد تبون اليوم زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث شارك كضيف شرف اليوم في أشغال منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي. السيد رئيس الجمهورية التحق بالمنصة الرئيسية رفقة نظيره الروسي، حيث افتتحت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته 26 بحضور أكثر من 17 ألف مشارك ممثلين لنحو 130 دولة. وقد تمحور هذا اللقاء الاقتصادي حول التنمية السيادية كأساس لعالم عادل، توحيد الجهود من أجل الأجيال الصاعدة. السيد رئيس الجمهورية وفي كلمة له أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي تقدم بالشكر الجزير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الاستضافة، مشيدا بحسن تنظيم المنتدى الذي أصبح حدثا اقتصاديا هاما في ظل عالم متعدد الأزمات. يطيب لي في هذه البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بيترسبورغ. هذا المنتدى الرائد الذي أصبح منذ إنشائه حدثا اقتصاديا متميزا عالميا، مستقطبا الاهتمام في عالم متعدد الأزمات تزداد فيه تحديات، أظهرت بوضوح درجة ارتباط مصائر الشعوب وتشابكها، إذ ليس بإمكان أي دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة. وإذ أشيد في هذه المناسبة بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من الأزمات الراهنة من خلال توفير وتسهيل تصدير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية، أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف، لا سيما الدول الفقيرة التي تعاني من اضطرابات والحروب. السيد رئيس الجمهورية أشاد في كلمته بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا وكذا مجالات التعاون المتعددة. لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والفلاحي والعلمي والتقني، ويحرص على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز باك بلس لضمان استقرار أسعار سوق الطاقة العالمي. السيد الرئيس أكد أن الجزائر تشهد مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة، داعيا المستثمرين الأجانب إلى اكتشاف بيئة الأعمال الجديدة. أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو
الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم في مختلف القطاعات ووفق رابح رابح. وخلال جلسة نقاش تفاعلية بالمنتدى وفي رده عن سؤال حول التحديات الدولية الراهنة أقول أكد السيد الرئيس أن الجزائر حرة في قراراتها. أرد على ذلك بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. من جهته رحب الرئيس الروسي في كلمته الافتتاحية برئيس الجمهورية معربا عن سعادته بحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي. أرحب بضيف الجزائري فخامة الرئيس، أنا سعيد أنه وجد الوقت لزيارة فعالياتنا اليوم، شكرا لكم يا فخامة الرئيس. فإن خطابي مكرس لتطوير وتنمية روسيا ومخططاتنا للتنمية في مختلف المجالات. السيد الرئيس أكد أن الجزائر تتمنى لكل البشرية أن تعيش في سلام وفي تكامل اقتصادي وحضاري. أمنيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم، وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه، وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته، الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا أستخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. من جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال جلسة النقاش على العلاقات الثنائية العميقة والقوية والتاريخية، وواصفا السيد الرئيس عبد المجيد تبون بالزعيم ومشيدا بالتاريخ النضالي للجزائر. أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت ليأتي إلينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيماً وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. نحن لدينا علاقات ودية قديمة. الجزائر، نحن نحب الشعب الجزائري منذ 1954 وإلى 62. أنتم حاربتم من أجل الاستقلال، وأنتم خسرتم 1.5 مليون شخص، وحتى بعد حصولكم على الاستقلال 62 أو في 63 64 الجيش الفرنسي أجرى تجارب نووية في الصحراء، وعواقب وخيمة جدا لهذا الواقع. لدينا علاقات ودية بالجزائر ودول إفريقيا والدول العربية، تذهب بجذورها إلى عقود من السنين، علاقات متعمقة، علاقات ودية. ونحن نرى
أن زعماء هذه البلدان يسترشدون بمصالحهم الوطنية قبل أي شيء آخر، وفي غضون ذلك فإنهم يركزون على التطورات الحالية، وهو الرئيس فخامة الرئيس تحدث عن ذلك وأبدى اهتمامه بما يحدث في أوكرانيا، وطبعا قال الآن إنه بشكل علني وقال في أثناء لقائه إنه يدعو إلى السلام، وأبدى رغبته في التوسط وجهود الوساطة. نحن شاكرون لكم فخامة الرئيس على جهودك في هذا المجال وعلى رغبتكم في دعمنا ودعم جهود روسيا لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. شكرا جزيلا لكم. هذا وكان السيد رئيس الجمهورية قد حل بمدينة سان بيترسبورغ الروسية للمشاركة كضيف شرف في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته 26 بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا فلاديمير بوتين. المنتدى شهد مشاركة أكثر من 17,000 مشارك ممثلين لنحو 130 دولة، حيث تمحور حول التنمية السيادية كأساس لعالم عادل، توحيد الجهود من أجل الأجيال الصاعدة. مواصلة لسلسلة الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، وفي إطار متابعة مدى التدريبية 2022-2023، شرع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبوليدة. توفيق الجالي. في البداية وبعد مراسيم الاستقبال من قبل اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل محمد بوغرة قائد الولاية التاريخية الرابعة الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمها، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. إثر ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى، ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل إلى مراحل متقدمة، وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء الوطن. إن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة، وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى، وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية، المرتكز أساساً على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر، والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن. فالرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك، ويحرصون على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم.
السيد الفريق أول أكد أيضا أن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ، لأنه بقي على الدوام متمسكا بوحدته وهويته الوطنية. فاستقراء تاريخ الجزائر قديمه وحديثه، واستعراض حلقاته والمراحل التي قطعتها ثورة التحرير المجيدة منذ اندلاعها بعد مقاومات شعبية وطنية متلاحقة، يؤكد عمق الانسجام والتلاحم بين فئة المجتمع الجزائري بكل روافده ومقوماته الأساسية، التي حالت ليس فقط دون إخراجه من سيرورة التاريخ، بل جعلته يحقق أكبر الانتصارات ويخوض ثورة فريدة من نوعها، ساهمت في تحرير شعوب عديدة عبر العالم. لقد انتصر شعبنا الأبي على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ، لأنه بقي على الدوام متمسكا بوحدته وهويته التي كانت أكثر قوة وتجذرا وأكثر وعيا ونضجا، وهذا ما أعطاه قوة الإصرار والصمود أمام كل الأساليب الخبيثة المنتهجة لضرب مرجعيته الأصيلة الضاربة جذورها في أعمق التاريخ. السيد الفريق أول شدد على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة وتعبئة كافة شروط وموجبات القوى الوطنية بكل أبعادها. وعليه ومن أجل مواصلة السير على درب أسلافنا الأمجاد، إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المظفرة ودرب الوطنيين المخلصين الذين حفظوا على أركان الدولة الوطنية والنظام الجمهوري من خطر الإرهاب الهمجي، فقد أصبح لزاما علينا جميعا أن نكون أكثر من أي وقت مضى متمسكين بهويتنا ومتحدين وأوفيا لقيمنا الوطنية والجمهورية، واعين كل الوعي بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس، وفي مستوى إرثنا النضالي الناصع ومستعدين كل استعداد لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية. ذلك أننا نعيش اليوم في عالم مضطرب لا يرحم الضعفاء، البقاء فيه للقوة والأصلح مما يقتضي منا جميعا التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة وتعبئة كافة شروط ومواجبات القوة الوطنية بكل أبعادها، تحقيقا لمشروع النهضة الوطنية المنشودة. في ختام اللقاء تابع السيد الفريق أول باهتمام شديد تدخلات إطارات الناحية، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة بغية المحافظة على الجاهزية العملياتية لوحدات الناحية العسكرية الأولى في أعلى مستوياتها. شكرا لك. في موضع آخر، تعد دائرة عين والسرب بولاية الجلفة من بين أهم الدوائر المعروفة بالفلاحة وتربية المواشي، بالإضافة إلى النشاطات الصناعية ما أهلها لأن تقترح ولاية منتدبة بقرار من رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي لاقى كل التثمين والترحيب من ساكنة الدائرة والمتعاملين الاقتصاديين. يقول أحمد شوقي بونيف. دائرة عين والسرب بولاية الجلفة، هذه المدينة العريقة التي تتوسط البلاد، حيث تعتبر الفلاحة وتربية المواشي من بين أهم النشاطات الرئيسية بها،
إلا أنها في السنوات الأخيرة عرفت قفزة نوعية في المجال الاقتصادي وتوسع مناطق النشاطات الصناعية بها، حيث تتربع دائرة عين والسارة على مساحة فاقت 1333 كيلومتر مربع وبتعداد سكاني ناهز 165 ألف نسمة. عين والسارة هي من أكبر الدوائر في ولاية الجلفة ولها كل المقومات، عدد السكان ما شاء الله رب العالمين، المساحة، الكفاءات ما شاء الله في عين والسارة، ما شاء الله. والسارة فيها إطارات، فيها شباب، موقع الاستراتيجي تاعها الهام، موقع من ناحية المنطقة الصناعية، عندنا منطقة سرسو، منطقة معروفة بالمنتجات الفواكه، منتجات متصدر حتى للخارج. عندنا المنطقة الرعوية، عين وسارة معروفة بالمنتوج تاع اللحم. عندنا يعني وزينات بزاف، عندنا شركات بزاف، يعني كيما نقولوا إعطاء القرار كان يعني في محله. مشاريع تنموية وهياكل قاعدية استفادت منها دائرة عين والسارة في عدة قطاعات كخطوط للسكة الحديدية وطرقات وطنية ومشاريع أخرى كان لها الأثر الطيب عند ساكنتها بعد اقتراحها من طرف رئيس الجمهورية كولاية منتدبة. ثم قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان والسارة ولاية منتدبة في ولاية الجلفة، وكذلك نبارك لإخوتنا في مسعد وفي الأبيض سيد الشيخ، ونؤكد على أن عين والسارة قادرة كقطب فلاحي، قادرة كقطب صناعي، قادرة كقطب إداري. نثمن جميع قرارات مجلس الوزراء الأخير، وأخص بالذكر هنا قرار إعادة إحياء مشروع ترقية ولايات كل دوائر كل من عين والسارة ومسعد والأبيض سيدي شيخ إلى ولاية منتدبة. قرارات صائبة وخطوات إيجابية باقتراح دائرة عين والسارة إلى ولاية منتدبة لامتلاكها لمقومات ومؤهلات ستجعل منها قطبا صناعيا فلاحيا وقاطرة للاقتصاد الوطني. في أخبار الحج الآن، وفي رحلة مباشرة من تمرس نظمت رحلة مباشرة لأزيد من 290 حاجا إلى المدينة المنورة، وهذا حرصا على توفير ظروف الراحة لحجاجنا الميامين من ثلاث ولايات هي بوجباج مختار، إنقزام وتمرس. يقول هارون لوميتي. هم ضيوف الرحمن وهم يستعدون بمطار الحاج باي أقا خاموك بتمنغست للانطلاق في هذه الرحلة المباشرة من تمنغست إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج. ندعو لولادنا وبلادنا وشعبنا، نتمنى لهم كل خير. نتمنى النجاح في كل الأعمال نتاع الخطوط الجوية، بارك الله فيها. لما يعني دارت من تمرست الى المدينه سمي ما شاء الله. نسينا عيدنا سكننا ان شاء الله، ان الخير ان شاء الله. لكن ظهر الوغى ان شاء الله، نتمنى انك تفوتنا صلى الله عليه وسلم. يمسينا ان شاء الله انا غيكنا ناسيكل، يمسينا تنمرت نمسي ولا نمدان، يمسينا جانا نغاي حسين، جانا نغاي حسين اعطيها لندن اهل الوغى. ومن برج باجي مختار الى انقزام وصول الى تمنغست، اجتمعوا هنا في هذه القاعة ووجوههم تغمرهم السعادة بعد تحقيق حلمهم، فكل الأمور هنا ضبطت وكل التسهيلات قدمت لهؤلاء الحجاج، هذا ما استبشروه خيرا. قرار كان في محله واستحسنوه المواطنين، وأيضا حتى احنا كسلطات محلية سهل علينا الكثير من الأمور، خفف من المعاناة تاع الحجاج. الشيء اللي نتمناه إن شاء الله هو أن حجاجنا يروحوا سالمين ويرجعوا سالمين غانمين. فحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكل الحجاج والزائرين لبيت الله الحرام. إلى أخبارنا الدولية الآن، والتي نلجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لبى اليوم الألاف الفلسطينيين نداء لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم في خطوة لإفشال مخططات الاحتلال الدنيئة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسع ليلة أمس طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في كندا، تتواصل جهود السلطات المحلية في مكافحة حرائق الغابات التي استعرت على 1.4 مليون هكتار في مقاطعة ألبرتا غربي البلاد، وسط مخاوف من أن تواجه كندا أسوأ موسم على الإطلاق لهذا النوع من الحرائق بعد اتساع نطاقها.
ودفعت ضراوة النيران بالحكومة إلى طلب مساعدات دولية عاجلة وآلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم. نختم النشرة بالتتويجات، حيث حاز التلفزيون الجزائري على جائزتين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس في طبعته 23. الجائزة الأولى من خلال العمل الوثائقي بعنوان من فلسطين لقسم الأخبار للزميل وسام أبو زيد مراسل التلفزيون الجزائري في فلسطين، والجائزة الثانية في مجال الدراما التلفزيونية عن مسلسل الضمة. وننتقل إلى الجائزة الأولى وقيمتها 4000 دولار أمريكي، منحت إلى برنامج من فلسطين. فلسطين من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. جائزة مالية ومنحت إلى مسلسل الدم من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وقيمتها 2000 دولار. 1 2 3 فيفا الجزائري، مرحبتين. مبروك. نهاية النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.